قولته أنه مصاب بمرض السكر. لا، ما يجوز هذا. يجوز، يجب أن يبين ما في الرجل وما في المرأة، يعرف كل منهما صاحبه على الحقيقة، ولا يغرر به إذا كان فيه مرض معدي أو مرض مزمن يعجزه عن القيام بالواجب، أو يعيب المرأة عند الزوج. لا بد من بيان هذا، ولا يجوز الكتمان. نعم.